مشاهدينا صباح الخير مجددا مع اختصاصية التغذية أميرنا الفتى، لقاء بجمعنا هلا. صباح الخير واهلا وسهلا فيك أميرنا، دائما بنستمتع باللقاءات معك، واهم شيء انه بنستفيد والمشاهدين والمشاهدات بيستفيدوا كثير. واليوم الموضوع هو القلب، وكيف بدنا نحافظ على هذا القلب اللي هو اساس صحتنا، وفينا بطريقه الغذاء نكون عم نتوقع من كثير من الامراض يلي عم بتصير شائعه للاسف بالرغم من التوعيه يوم بعد يوم، وعم نشوف باعمار كثير صغيره اشخاص عم بينصابوا بامراض متعلقه ان كان بالشرايين القلب بصمام القلب. ونحن بنعرف انه بلايف ستايل صحي فينا نكون عم نتوقع منهم كلهم. لانه حكيتينا بهيدي الانترو رح اقول كلمتين. 70% من مشاكل القلب صرتو من مشاكل الافيسيل اللي بنعملها، الجلطات اللي بنعملها، بنقدر نتجنبها اذا نحن بناكل صح وبنعمل رياضه صح. دونك فعلا الاكل والرياضه كثير اساسيين. لما نحكي انا وياكم قلب بنحكي ثلاث اشياء اساسيه بهمنا عضله القلب، وهلا بنحكي شو هن القصص اللي بتضعف عضله القلب، بنحكي شرايين القلب، وبنحكي كمان وزننا، لانه وزننا ومحيط خصرنا ما بيهمنا الوزن، ما بيهمنا حدا يقول انا وزني 60 كيلو منيح ولا مش منيح، ما بيهمنا ابدا الوزن، بيهمنا محيط الخصر هو اللي اساس لمشاكل قلبنا وشرايينا. كيف؟ فكرة انه انا اخد محيط خصري، اذا الزلمة تحت 98 يطمن بيرو 98 سنتي المزور تور دو تاي، يطمن باله انه هو شوي اقل من غيره عرضة للمشاكل القلب والشرايين. الستات يلي هن اكثر من 89 يعرفوا حالهم انه هن صاروا عريس كيكون في عندهم مشاكل القلب والشرايين. هيدي كشكل جسمنا، دونك ما بيهمنا الوزن، بيهمنا هالفات اللي موجود على البطن، لانه كل ما كان هيدا الفات اللي على البطن كبير، يعني الفات الجواني اللي قاعد على الفيسار اللي قاعد على الاورجان كثير، يعني بيكون قاعد كميه فات كبيره على القلب، على الكلوي، على الكبد، وكل ما كانوا موجودين اول فتره ما بيأذوا، بعدين بيغيروا الفونكسيون، يعني كثره شحم على القلب بيتعب القلب، بيضطر يصير بده يضخ اكثر، تيضخ اكثر كبر العضله. اوكي، كيف شو القصص اللي بدي انتبه لها لعضله القلب؟ عضله القلب ايجال ضغط، بنتبه لضغط، ما بترك مجال لحالي ضغطي على طول عم يلعب عم بيكون عالي وانا سافا، مره بيطلع 16 بكره مرت جاي بيرجع بيطلع 12. هيدا بدي اعرف شو السبب. السبب كلويه بعالج الكلوي، سبب ستريس بعالج الستريس اللي انا فيه، سبب انا بعبي مي بعالج مشكله تعبئه المي، ليه جسمي عم بيعبي مي، سبب وزن زايد بعالج الوزن الزايد تكون انا عم بعالج ضغطي. واذا انا لقيت حالي على صحة السلامة لقيت ضغطي هلا عم يلعب شوي 5 كيلو جرب شيلهم من وزني بيوطى ضغطي دوغري، ضغط القلب والضغط العالي، يعني كان 14 سرويت ترانسفير سات سيستماتيك ما بيصير. هيدي شغله. تاني شغله كمان، عضله القلب بتتاثر كثير مثل ما قلنا بالحجم اللي نحن فيه بوزننا، وبتتاثر كثير بالامراض الثانيه اللي موجوده، يعني ورا كل ولاده نحن عم نضعف عضله قلبنا، ما بتقطع الخبريه هيك، نحن وعم نكبر بالعمر عم نضعف عضله القلب وبتكفي الخبريه. شرايين قلبنا هن اللي بيقولوا اذا نحن شو وضع الكوليسترول والتريجليسيريد بجسمي، هن اللي بيقولوا قد ايه انا عم تعب قلبي، قد ايه عمر قلبي هو هلا. وشرايين قلبنا كثير هين، الغذاء اساسي لهم 100%. ما تتخيلي انه حدا بيقول طب ما انا عندي كوليسترول سافا عم بقطع هالكوليسترول، لا ما عم بقطعه. كوليسترول يعني ديبو كبير على شريان قلبي، لوميير المنطقة يلي عم تقدر يقطع فيها الدم عم بتضيق، كل ما هي عم بتضيق كل ما انا عم بيعلى ضغطي وقدايه، كل ما انا عم زيد اكثر انه قلبي يتعب تكبر هيدي العضله. انتر بارانتيز كبيره، السبورتيف يلي كثير بيوصلوا لمرحله بنشفوا جسمهم بشكل كثير كبير، مثل ما بيكون عندهم عضله اجريهم بيكبروا، زنودهم بيكبروا، قلبهم بيكبر، يعني ممكن. كل شيء كترته مثل عم نحكي عن العضله 100% سكيه موفي سكيه تري موفي، يعني
كل شيء بيعني كل شيء بعدله هو الأساس بهالقصص اللي نحن فيها. دائما بنقول خير الأمور أوسطها. خليني أذكر كافة المشاهدين ميرنا أنا وياك بالرقم رح يمرق على الشاشة 01-491-703 فيكم تطرحوا على ميرنا الفتى كل أسئلتكم اختصاصية التغذية والصحة العامة. واليوم موضوعنا مثل ما كنت عم تقولي عن القلب. حكيت قبل ما نتابع بالحديث معك عن التور دو تاي أو يعني منطقة الخصر. منطقة الخصر قديش لازم تكون لحتى نكون عم نتوقع؟ هون ما عم نحكي أكيد عوامل وراثية، ما عم نحكي عوامل جينية ممكن تكون أصلا بتأثر، ولكن بنشوف أشخاص رجال تحديدا مثلا رياضيين خسرهم منه يعني مكدس عليه وزن زايد، بنفس الوقت هن حاملين بالوراثة تريغليسيريد وكوليسترول عالي. هون بالأكل بصيروا بدهم ينتبهوا. الكوليسترول والتريغليسيريد هن كذا نوع، في عندك انواع يعني بيكون وراثي 100% وراثي وما عندها عامل تاني مثل وزن زايد او انا ما بحرك بالمره، يعني الحركه اذا ما في وزن زايد ما في حركه هيدا الشيء بياثر شوي صغيره، يعني عامل وراثي مع قله حركه سرعت الخبريه اكثر، مع اكل منه منظم منه صحي اكيد سرعت الخبريه اكثر. دونك العامل الوراثي اساسي، بس بذات الوقت كمان في مرات نحن بيكون في عامل وراثي خفيف ونحن اكلنا ونوعيتنا هي عم بتزيد المشكله، دونك خاصه ومش كثير خاصه. بس بحال كان موجود عندي عامل وراثي وانا محيط خصري قليل وانا باكل صح، ساعتها رح نطلب اكيد ما في مهرب من الدواء اللي رح ناخده كرمال يساعدنا تما نعمل تجلطات. بس اذا نحن اكلنا غلط ونحن ما عنا عوامل وراثية ضروري ننتبه لأكلنا حتى نصلحه. وفي فيتامينات كتير أساسية للقلب ولصحة القلب، بليز ما نستخف منها، يعني مش مقبول نكون نحن عم نحكي عن القلب وما نكون عم نحكي عن الفيتامين آ مثلا. الفيتامين آ تحت هين للأشخاص، بس نحكي فيتامين آ يعني كل المأكولات اللي لونهم أورانج، هن أورانج أو أصفر غنيين بالفيتامين آ. كل شيء منجيبه من الطبيعة لون أورانج أو أصفر رح يكون غني بهذا الفيتامين اللي هو أساسي لعضلة القلب. الفيتامين آ بيساعدنا حتى عضلة القلب تكون مرتاحة والشرايين القلب يضل في عندهم هيك فيسكوزيتي، يضلهم ماشيين صح مثل ما لازم يكونوا ماشيين، ما بيختيروا بسرعة إذا نحن عم نتناول هالفيتامين. طيب نحن منفكر دغري بالجزر، شو في شيء غير الجزر بيحتوي على الفيتامين A فيتامين A بنسب كبيرة مثل الجزر؟ بنحكي عن الجزر كتير، بنحكي عن البندورة علما رح تقولي لما قلتي لنا أورانج وقلتي لنا أصفر، البندورة أساسها لون أخضر أورانج وأصفر. بنحكي كتير مثلا عن اللقطين، بنحكي عن الشمام يلي هن ما يعتبروا موجودين كتير بأكلاتنا وبذات الوقت غنيين بشكل كتير كبير. وتهوين للأشخاص الفيتامين آ كمان أكيد منلاقيه بالملفوف، منلاقيه بالبروكولي، منلاقيه بالقصص اللي لونها أخضر، بس تكون عم بهين الأورانج هو أكتر اللون الرئيسي، وأكيد من الليمون والبرتقال وكل هالأخبار هو اللون الأساسي لا يكون عم بيعطيني البيتا كاروتين أو الفيتامين آ. أوكي. بلس السبانخ بتلاقيه كتير بيرافق، السبانخ بيرافق القلب كمن القصص الأساسية. فإذا عندك الفيتامين آ أساسي، بيرجع عندك الفيتامين سي. الفيتامين سي بيساعد نحن مع العمر مثل الفيتامين آ بختيروا شرايين القلب، بيرجع هالشرايين القلب والجسم بجددهم الفيتامين سي. وبفتكر صاروا معظم العالم بيعرفوا وين موجود الفيتامين سي، بالحمضيات، بالفليفلة، بالقصص اللي عم جيبها طازة. كل ما كانت البقدونس عم جيبهم طازة أو عم جيب الخس والفليفلة عم بتكون طازة، كل ما هي الفيتامين سي فيها أكتر. وكل ما نحنا ما قطعناها وما فرجيناها النار والبراد كتير، كل ما نحنا كنا عم ناخد فيتامين سي أكتر. دونك فيتامين آ كتير أساسي، فيتامين سي كتير كمان أساسي. بيرجع عند الفيتامين أو، الفيتامين أو بيساعد إذا كان بلش يصير في ديكايو، بلش يصير في
بلش يصير في تسكيرات بقلب الشريان، بجرب الفيتامين او يقبع التسكيرات اللي موجوده. أوكي. والفيتامين او حظنا حلو انه موجود شوي ببعض الزيوت اللي هي مفيده مثل الافوكا، موجود بقلب الاسبانيخ، موجود بقلب زيت الزيتون اللي نحن بنتناولهم بشكل كتير عالي. يعني اذا بناخذ هدول القصص صح، انا اعطيت جسم الفيتامين او، قبعت هالقصص المأذيه، اعطيت جسم الفيتامين سي اللي موجود بارتو، اعطيته الفيتامين ا كمان الاساسي. منرجع منحكي عن الفلافونويد يلي هن موجودين بكل القصص اللي لونها موف او لونها مثل ما قلنا هالروج الغامق. كل شيء لونه موف بالطبيعه مفيد كتير للقلب. يعني عم نحكي عنب، عم نحكي الملفوف الملون، الداكن، هودي دواء للقلب، دواء للشريان القلب، دواء ليترك ليترك الدم مميع مثل ما لازم. والاهم من هيدا كله بيساعدني حتى يقبع هالاترومات يلي بتكون موجوده على شريان القلب. اوكي ميرنا، بنعرف كثير من الاشخاص بيلجأوا للسبلمنتس او المتممات الغذائيه يلي بتكون ان كان فيتامين ا فيتامين سي. الفيتامين او كمان موجود باللوز صح؟ ما حكينا عن المكسرات النيه، بس قليل ما بنشوف حدا بياخد سبلمنتس فيتامين اي. يعني فينا نكون عم ناخد مثلا كور اذا نحن عنا وراثه بالعيله وحابين نكون عم نتوقع، ولا بتفضل انه لا تكون نو؟ بدي اقول لك ليه. الفيتامين ا والدي والاو والكا هن من الفيتامينات اللي بيدوبوا بالدهن الجسم. اوكي، يعني هذا الفيتامين بس اخذ منه كميه شوي اكثر من حاجه جسمي، ما بيظهرون جسمي عبر البول، بيبقوا بقلب الدهون اللي موجوده عنا. اول ما انا بكون عم بضعف او عم يتغير حيلا شيء بجسمي بيرجع هيدا الفيتامين، بس يتكاثر بجسمي بميع الدم زياده. وبس نقول ميع الدم يعني صرت انا عريسك البلاكيتات تقشط اكثر، صرت كيف ما انجرحت رح صير اخسر دم بشكل اكثر، بكون انا بدل ما عم داوي حالي عم فوت انا بفقر دم كبير. هيدا من ناحيه. من ناحيه ثانيه بيعملوا ديتوكسيسيتي، بيأذوا الجسم. يعني انا اذا باخذ فيتامين ا فوق المعدل وفيتامين او فوق المعدل، نحن بنعرفهم انه هدول فيتامينات البشره، هدول للجنس. بقول للاشخاص بدل ما تاخذ الفيتامين او بتمك، مرات كثير بقول للاشخاص افتحي الامبول وحطيه على وجهك، لانه بتكون عم تساعد الابيدارم يكون عم يتغذى اكثر من ما اني حطهم واتركهم يتكدسوا. ونحن جماعه بناكل زيت زيتون، نحن جماعه بناكل افوكا، بناكل مكسرات، بفتكر بناكل بشكل جيد. نحن يعني بحاجه ل 30 جرام من المكسرات يوميا، ما حكيت عن الزيوت، تنكون نحن اخذنا البزوان تبعنا من الفيتامين او. و30 جرام من المكسرات يعني كم شيت لوز، بفتكر فاسيل ما بنقدر نحصل عليها طبيعيا. نحن عن جد مطبخنا الميديتراني يعني كثير غني بهول المأكولات يلي بتكون عم بتساعدنا وعم توقينا بدون ما نكون عم ناخذ سبلمنتس. اكيد اللجوء لسبلمنتس بوصفه طبيه هيدا اكيد ساعتها الطبيب هو اللي بقرر بحالات معينه، ولكن عن جد نطلع على الغنى بالخضره والفواكه وبسفرتنا اللي موجوده بكثره كل يوم بمطبخنا، بنكون عن جد عم نحافظ على صحه قلبنا. تنكفي انا وياك بالفيتامينات اللي خاصه بصحه قلبنا، قلنا الا، قلنا السي، حكينا عن الفيتامين او، حكينا عن الفلافونويد يلي هن موجودين، يلي هن انتي اوكسيدان بتعبير تاني، مننبش على الانتي اوكسيدان. بس لانه القلب بيحب هالانتي اوكسيدانات المعينه اللي هن الفيتامين ا، اللي هن الليكوبان، كمان بحب الانتوسيانين يلي هو موجود بكل شيء لونه موف بالاكل، كمان منشدد عليهم ومنكتر. وهون مثلا لما تحكي على القلب بقول لك المبيد منيح، لانه هو اكيد بازي من العنب، والعنب يلي هو لونه الموف اللي نحن عم ننبش عليه. منكفي اكيد تنحكي عن اهميه الاوميجا 3. الأوميغا 3 كتير أساسي لشريان القلب، لأنه بيريح الشريان، بيخلي اللوميار تبعه تكون مرتاحة، يقدر يقطع الدم مثل ما لازم وأكتر عليه. طبعاً هون الأوميغا 3 كتير أساسي. منرجع منحكي أنا وياكم عن أهمية الفيتامين بي كومبلكس،
الفيتامين بي كومبلكس على انواعه، يعني ما في البي احلى من البي 2 احلى من البي 3 احلى من غيرهم. كل الفيتامين بي العيلة هي مثالية للقلب. رح نحكي وين موجود الفيتامين بي بعد الاتصال. صباح الخير. هلو بونجور. بونجور. الله بدي احكي مع دكتورة. تفضل عم تسمعك. بونجور. اذا بتعملي معروف انا معي كرياتينين ع نتفة عالي 5.4. كرياتينين؟ والكرياتينين بالدم. اوكي، لما يكون عندنا عالي الاوريه والكرياتينين بنكون نحن من الاشخاص اللي لازم نخفف شوي صغيره من اكل اللحوم، لازم نخفف لحمه، سمك، دجاج، نتناولهم مره لمرتين ماكسيموم بالاسبوع، لازم نخفف شوي من اللبن واللبنه والجبنه لانهم كمان فيهم شوي بيكون بيعلوا الكرياتينين ومؤذيين شوي للبوتاسيوم بالجسم، يعني من المحبذ نقلل منهم، تنكون عم نهين الحياه اكثر، بنقول مره لمرتين فينا ناخذ لحمه او سمك او دجاج او دجاج اتكفي الايد، لبن مره وحده بالاسبوع، بقوليات مرتين بالاسبوع بس بنكون مغسلينهم منيح، ناقعينهم منيح، واهم شيء من الخبريه كلها انه هن وعم يستووا نشيل نكب المي ونرجع نكفي وناكل كميه قليله، لانه بدنا نجرب قد ما فينا نحافظ ما يعلو الاوريه والكرياتينين كثير بدمنا حتى نحافظ على عمر الكلوه الطويل قد ما فيها. والحبوب دكتور؟ الحبوب مرتين بالاسبوع ماكسيموم فينا ناخذ وكميه معتدله من كوب لكوبين. شكرا كثير لاتصالك. الكرياتينين له علاقه بالقلب؟ لا، الكرياتينين اذا كثير عليه بيأذي القلب اكيد، بس الاساس له علاقه اكثر بالكلوه. اوكي، واكيد بيلعب بالضغط، ويعني لما الضغط يكون عم يلعب بطريقه انديركت بيأذي القلب، بس مش بطريقه كثير ديركت. اوكي، وفي رجوع عنه يعني الاشخاص اللي بيصير عندهم مشاكل بالكرياتينين؟ يعني انا حسب ما بسمع بعرف انه بيصير بدهم بمطرح من المطارح بوقت من اوقات غسيل كلاوي، في عوده عن هيدا الشيء بالغذاء؟ غسيل الكلاوي عادة بدي اعرف ليه وصلت له. في عندك النوع اللي هو بيكون ايجو يلي ثاقبت يمكن على ضغط كثير صار معنا مشكله اضطرينا نغسل مره مرتين اكيد في رجوع له. اذا كان صارت كرونيك اكيد ما فينا نفنس وقول في رجوع له، بس فين كثير طول عمر الكلوه، يعني فين اعرف انه انا عندي اوريه كرياتينين لانه باخذ دواء محدد عليانين عندي، في نوعيه محدده من الاكل فيي اخذها بطول بدل ما اغسل بعد 5 سنين لا سمح الله بصير اغسل بعد 20 سنه، بلا الاكل كثير اساسي. واكيد بدنا ننتبه اذا في دواء عم ناخده هو عم بيأذي عم بيعلي الكرياتينين، نتفق كيف فينا نلعب اللعبه مع الاكل تبعنا. كمان اتصال. صباح الخير. يعطيكم العافيه. بس فيني اطلب من دوموزيل مدام فتى بس تقلنا الناس يلي معهم غده بيقولوا انه الناس اللي غدتهم سريعه ما بيسوى ياخذوا اوميجا 3، هالشيء مزبوط؟ والناس اللي غدتهم ضعيفه بطيئه بيقدروا ياخذوا اوميجا 3؟ اللي بفضل الأشخاص اللي في عندها غدة سريعة يعني ميتابوليزمها كتير عالي، فضل بهيدي المرحلة ما ناخد كتير سوبليمان، لأنه السوبليمان يا رح يبقى يعملوا جسمي ستوك، وبس يكون في عندك ستوك من الأوميجا 3 على المدى الطويل ممكن يعمل حساسية، ممكن الأوميجا 3 لو عم جيب أحلى ماركات من الأوميجا 3 المشكل فيهم إنه رح يضل فيهم ميركور، والميركور بجسمك رح يكون كتير عم بيأذينا، يعني عم يضرب السيستم نيرفو على المدى الطويل. كرمال هيك بفضل ما يتاخد اوميجا 3 سوبليمون ان كان عندي ايبر او ايبوتيرويدي، يعني ان كانت نشيطه او ان كانت كسلانه، يعني اذا بتقولي لي شو باخذ سوبليمون بفضل اقول لك خذي سيلينيوم، بفضل اقول لك خذي سيليسيوم، بفضل اقول لك انتبهي كثير على نوعيه اكلك، يعني عندك غده كثير نشيطه بقلك كلي بروكولي ناي، بقلك جربي كلي قد ما فيك كرامب، جربي كلي القصص يلي رح تساعد ملفوف فجل يلي رح تبطئ شوي فيهم ماتيار بتساعد لحتى تبطئ شوي من شغل الغده،
بالوقت اللي مثلا اذا كان عندي ايبوتيرويدي رح اطلب منك ما تستعمليهم، بالعكس اذا عتست تاخديهم تكوني كثير عم تجربي تسلقي القصص لحتى تموت هيدا الماتير، حتى ما تسحب اليود من الغده. شكرا كثير لاتصالك، واكيد متابعين لاتصالاتكم مشاهدينا على 01-491-703. وكمان اتصال، صباح الخير. بونجور. انا معك، بدي احكي مع الدكتوره فتح. تفضلي، عم تسمعك. بدي اقول لها انا امبارح صار لي فتره من شي جمعتين ضرب ضغطي 22 ورحت عند حكيم وعملت كل الفحوصات، يعني هيك طلع السكري المخزون والسكري وحتى الكوليسترول كله معي عادي. هلا انا رحت عند حكيم عمل لي ريجيم، بس بدي اعرف من اللي عمله معي بالضبط، لانه اعتقد يعني كل الخير والبعض، بس في سكر ومخزون سكري كمان، شو كل هذا انه لازم اكل؟ لانه فعلا ما انا عم بعرف، يعني اللبنه بفهم مثلا اللبنه جبنه ممنوعه او لبن، واذا في شو هو لازم اكل؟ قال لي بدي اعمل كثير 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 ريجيم قاسي، هلا بلشت يعني هالجمعة هيدي. بس مدام معلش لو قطعتك، نحن بأول الحديث ما سمعنا أنت طلع ضغطك من هيك رحتي عند الحكيم؟ نعم، وصل ل 22 ضغطي. 22؟ نعم. سلامة قلبك. وفي عندي امبارح عملت الإيكو، يعني طلع معي في تضخم بالعضلات وفي كمان في كهرباء، وذات الوقت في كمان تقلص، والمخزون السكري وهذا كمان عاليين اثنين، المخزون والسكري اثنين، يعني كله معي. بقى محتارة يعني في اكل اللي يمكن بيسوى لهي ما بيسوى لهي، كمان هيك انا كثير مني. اللي صاير معك نحن علميا بنسميه سندروم ميتابوليك، يعني على كل شيء عندي، لانه ممكن كثير يكون هيدي الخبريه، يعني جسمي مش فجاه على ضغط لل 22، كان جسمي عم بيحضر وكانه اعطاني كذا انذار انا ما كنت عم بسمعهم او كنت مشغوله بقصص ثانيه ما انتبهت للتفصيل. هذه ما 100%، يعني يمكن اعطاكي وجع راس مستمر ما انتبهتي له. فهيدا الشيء بيقول لما انا صار عندي كوليسترول، يمكن تريجليسيريد، سكري مخزونه على الحفه او فوق الحفه، ضغطي عالي، هون نحن بنروح على اكثر دايت سيف اللي هو بنخاف كثير على السكري، بدنا نجرب نوطيه قد ما فينا، وبدنا نجرب نوطي الكوليسترول قد ما فينا. بنروح على مدرسه اسمها يلي هي بتفيدك كثير، اللي اسمها داش دايت. شو هو الداش دايت؟ يلي هو الدايت يلي بنقلل قد ما فينا ملح، بننتبه كثير على المأكولات اللي بتعلي الكوليسترول، يعني بنخفف قد ما فينا مثل ما قلتي اللبن والجبنه، منحافظ على اللبنه بس بكميه كثير مقبوله، منخفف كميه الملح باكلنا، منزيد شوي الاكل اذا ما عندك مشكل بالبوتاسيوم، الغني بالبوتاسيوم، يعني الاكل اللي فيه مثل الافوكا، الاكل اللي فيه اللون الاخضر الغامق، منكتر منهم قد ما فينا، ومنجرب بنخفف شوي اللحمه والنشويات حتى نوطي الكوليسترول، لانه بيوطى معنا كثير بسرعه، وبس يوطى معنا هيدا الكوليسترول ونرجلج السكري سيستماتيك ما رح يوطى ضغطك وتزبط الشين كلها مع بعضها. معناتها بدنا نجرب قد ما فينا نحافظ أولوية عنا الكوليسترول والسكري. عاملة حالك معاملة مريضة سكري بهيدا الفترة، لو كان مخزون السكري شوي صغيرة عالي وبينحل كتير بسرعة، هيك بتخسر شوي من وزنك، بتوطي كل هالقصص مع بعضها، وبذات الوقت بنكون حفظنا على قلبنا. وهيدي الخبرية ما تنأذي كتير، في لها خط رجعة، يعني مش رايحين على السيء السيء، كله بيرجع بيتزبط. أكيد دايماً بنطلب منكم تتواصلوا كمان مع ميرنا الفتى تحت الهواء لحتى تكون عم بتتابعكم. صدقوني يعني مرات كتير فينا بغذائنا وبطريقة حياتنا نكون عم نبعد قد ما فينا حبة الدواء اللي بصير بدنا ناخدها كل حياتنا، حتى للأمراض المزمنة عن جد فينا نتوقف فيها من خلال الغذاء، وهيدا الهدف دايما من اللقاءات معك ميرنا. كمان اتصال، صباح الخير. ألو. أوكي، انقطع الاتصال. لكن كنا عم نحكي عن قديش الملفوف الغامق منيح، العنب منيح، اجمال عن القشة اللي لونها غامق وقوي بتفيد كتير للقلب، يعني هيدا لازم نحفظها. كل ما يكون القصص حتى
حتى بالحياة، كل القصص اللي لونها غامق بغض النظر شو هي، يعني خيار غامق، خس غامق، شو ما كانت الفوصة، يعني تركيزة الأنتي أوكسيدان فيهم عالية، يعني هن مفيدين لجسمنا أكثر وأكثر، ناخذهم بيكونوا، وكل ما كانوا طازة كل ما كانت الفيتامينات فيهم أكثر. كمان اتصال. أوكي. معلش يعني أكيد. انا اليوم عبر الواتساب عم بتواصل معهم لانه ما في اتصال مفتوح الخط وما حدا عم بيحكي. نعم نحن على الهواء. حضرتك على الهواء مدام. الو ما في حدا. الو بونجور. تفضلي حضرتك على الهواء. ميرنا عم تسمعي. طيب ما حداش عم بيرد علي. الو بونجور. بونجور. بدي اسال الحكيمه سؤال. تفضلي. انا عندي كوليسترول. سلامة قلبك. الو عم نسمعك. موجور. بقدر احكي مع الحكيمه؟ عم نسمعك. خبرتينا انه عندك كوليسترول. عندي كوليسترول قوي وباخذ دواء. وي بقى سالت ورجعت عملت فحص ما كان عندي كوليسترول. سالت الحكيم قال لا لازم تضلي تاخذي على طول كوليسترول لان بيرجع يطلع. صح. معقوله بضل اخذ كل حياتي كوليسترول وما عندي اياه؟ نحن الستات من بعد ما نقطع مرحلة انقطاع الطمس منصير عرضة أكثر إنه يصير في عنا كوليسترول بجسمنا. بلس لحقوا صار في عنا كوليسترول نحن واضطرينا نلجأ للدواء. الدواء هو اللي ساعدك لحتى تحافظي على هيدا المستوى من الكوليسترول بالدم الواطي. ونحن مننبسط لأنه واطي مستوى الكوليسترول بالدم عندك حتى ما يعود يصير في عندك تصلب بالشرايين ولحتى لا سمح الله ما نعمل جلطات أفيسيات نحن بغنى عنهم. الدواء هو اللي ساعدك. الحين وقفنا الدواء رح يرجع يعلى الكوليسترول. لما نلعب هيدا اليويو نحن عم نوقف ونطلع لأنه نحن من بعد عمر معين جسمنا بصير يفرز ولحق وفرز مرة والدايت اللي رح تعمليه كرمال توطي الكوليسترول وتعيشه بيعكس جسمك هو صعب شوي علينا. يعني رح نطلب منا توقف كلياً اللحوم، رح نطلب منا توقف كلياً اللبن واللبنة والجبنة ويلي يمكن يكونوا صعبين عليها. مش الكل بيقدر يتحمل عيش هيدا الحياة اللي هالقد قاسية. كرمال هيك أنا شو بقلها مبسط أنه أنت هلأ مع هيدا الدواء حفظت على مستوى الكوليسترول تبعك. أنا محلك بضلني بنتبه كتير على مأكولاتي، بضلني مركزة على الأكل اللي بيوطي الكوليسترول اللي نحنا بنحكي عنه، الباذنجان اللي بنحكي عنه، الشمندر اللي بنحكي عنهم، الأرديشوكة بنحط توم وكزبرة بأكلنا، بناكل مرتين بالجمعة سمك ومنضل عم نراقب الكوليسترول. نلقينا صار قاشط كتير لحاله الحكيم بدل ما يكون عم بيعطينا عيار 40 بيعطينا 20 بعدين بيعطينا 10 و5. كل ما خف دواء الكوليسترول الدوغري اللي عم باخده كل ما أنا خفف أوجاع المفاصل اللي أنا عم باخدهم، كل ما خفف وجع المفاصل كل ما حسيت حلجان أكتر. دونك أنا برأيي نضل عم ناخد الدواء، نعمل دايت لنوصل لاتفاقية نخفف من الدواء ومع الوقت منقرر شو بيرجع بيصير. شكرا كثير لحضورك معنا وأهلا وسهلا فيك ميرنا الفتى. شكرا على كفاية النصايح. بعيد الحب ما قدرنا ما نحكي عن القلب يلي هو بالفعل مثل ما قلت ببداية اللقاء أساس صحتنا، وإذا حفظنا عليه وتوقينا عن جد نتوقع من أمراض كتير مزمنة. فاصل قصير ومنتابع، خليكن معنا.